كونوا ربانيين معناها كونوا علماء، وحاولوا أن يكون علمكم علم الله، ارتفعوا بعلمكم دائما في تقريب صفتكم من صفته في العلم. وعلم الله علم بذاته مش بالجارحة، الله ما بيعلم بالعقل، ومعنى أن يعلم الإنسان بالذات معناها أن يعيش العلم وأن يطبقه، أن يعيش علمه. بالصورة دي علمه يسوق للعبودية. أصل العلم في المجال ده معناها معرفة أسرار الألوهية، ومعرفة أسرار الألوهية تسوس وتوجب العبودية له. والسير في العبودية كأنما هو سير في تحقيق الربوبية، لأنه العبد إذا لزم صفاته تتجلى عليه صفات الربوبية، زي ما قال جلال وزي ما قال الخليفة موسى، العبد إذا أطاع الله الله يطيعه، حتى يقول للشيء كن فيكون. ومسيرة العبد لتحقيق ربوبيته أو صفات الربوبية فيه من الكمال هي التزام لعبوديته، وهي مرتبة النقص بإزاء مرتبة الكمال الإلهي. زي ما قال الفاتح هنا، نحن خلقنا الله على صورته، بمعنى أننا علماء ومريدين وقادرين، لكن علمنا وإرادتنا وقدرتنا في مرتبة النقص، ويقابلها في الكمال المطلق علم الله وإرادة الله وقدرة الله. فكل ما نحن سرنا في عبادته بإتقان، كل ما دخلنا في صفاته بتخلق.